هل ممكن بسبب النادي اول مباراة ممكن يبقى مضغوط، ممكن يبقى متحمس زيادة عن اللزوم، ممكن؟ لا اعتقد ان امام وصل لخبرات، يعني كويس. من الخبرات ان هو يقدر يطلع بره الضغوط دي. كلام امام دايما الفتره الاخيره، ولما بتتكلم على لعيبه كابتن، لعيب كبير لازم تتكلم على عقليته. عقليته امام بيتكلم ان اول بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، فعنده دوافع بشكل كبير. صح، اللعيبه عايزه تساعده لده، زائد اللي بتحقق حقيقي طموح صح. لنفسها. في حاله في ومن الاوضه. اللعيبه اللي عندها حلول جوه الملعب بص تعتمد كابتن، عليه. انا يعني نسخه امام او كواليتي لعيب زي امام ما شفتش كواليتي لعيب من 10 سنين كده. صح، ان اللعيب بيقدر ينقل لك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لعيب بيشوف برجله الاثنين، لعيب عنده اللونج باص برجله الاثنين على اطراف الملعب، يعني شبه متكامل. يعني وتقدر تعتمد عليه، يعني اللعيبه عارف اللي هو انت تشوفه كده تبصيله، ما تقلقش. زي تدي كده له كوره، كان ابو تريكه تشوفه تبصيله. احنا على طول كان اي حد يشوفه بتريكا لازم تدي له كوره صح حتى لو ممسوك، صح ده لان حقيقي. هو اللي عنده الحل، يعني هو اللي هيحل لك. صح. فامام مع الفرقه وصل للحته دي، زائد ان في فرق ان اللعيبه اللي حوالين منه عندها ثقه فيه، فعلى طول لازم كرة تعدي عليه، زائد ان ده بيدي له هو كمان ثقه، ما بتحطش عليه ضغط كبير ان انا الحل بتاع الفرقه. وفعلا امام في الماتشات الكبيره اللي هي بتعمل لعيبه كبيره، لا بيبقى موجود. عايز اسالك على بيرستاو وسام ابو علي. بيرسيتاو انا بشوف ان هو الحل الفردي، يعني لو انت عايز تروح من ولا اللعيبه بديل اللي عندها. عنه بصراحه، يعني رغم ان هو مش عاجبني مستواه في الفتره الاخيره، بس لا بديل عنه بص يا بصراحه. كابتن، ما حدش يقدر يأدي الدور بتاعه، صح. يعني ما حدش يقدر. مع احترامي مثلا حسين بيأدي الناحيه التانيه ممكن بعض الاوقات هنا، لكن تلعبه ناحيه اليمين بس يعني ما ينفعش تخسر بيرسيتاو، صح، دي ما حقيقة. ينفعش تخسره، لان انت لازم تعتمد عليه، لان هو اللي بيميز مفاتيح لعب النادي الاهلي ان انت عندك لعيبه عندها حلول، عندك لعيبه عندها حلول، عندك لعيبه تقدر تعمل لك فارق زي وسام ابو علي، زي كهربا، زي بتتكلم في رضا سليم الناحيه التانيه. بيرسي ده من اللعيبه دي اللي انت دايما واحد على واحد، هو ما بيخافش. ولما بيفوق بيفوق الفرقة بصراحة ده كابتن اللي بتكلم فيه، بصراحة، ان في بعض اللعيبه لما بتبقى فايقه بتبقى في حالتها، دي الفرقه حقيقة. بتبقى فايقه. بيرسي تاو من اللعيبه دي، صح، حسين الشحات من اللعيبه دي، امام عاشور من اللعيبه دي. لما بيبقى في امان في خط الظهر والكره بتطلع سليمه من عبد المنعم او رامي، لا الموضوع بيبقى مختلف. فعشان كده بنأكد دايما تقارب الخطوط، يعني تقارب الخطوط ما يبقاش فيه مساحات. اداء النادي الاهلي سواء في الناحيه الدفاعيه او الحاله الهجوميه، لا الاداء بيبقى كويس. تابعت انت في الفترة الأخيرة مستوى وسام أبو علي، ودي طبعا أول مشاركة ليه مع النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال. بص يا كابتن، يمكن زي ما مختلفة بنتكلم خالص، بص يعني برضو خالص يا مهما كابتن. لعبت وشاركت ولعبت في المباريات، بس نهائي دوري الأبطال ليها طباع خاصة يعني. بص وسام يا كابتن، انا بقالي كتير ما شفتش فيرود رقم 9 كده في النادي الاهلي. يعني بيتحرك كويس. هنقول كهربا بيجتهد فيها لكن مش ده مركزه، لكن لاعب رقم 9 من بعد متعب، من بعد فلافيو، من بعد بلال، من بعد المجموعه دي، لا بقالنا كتير ما شفناش خفيف. بيعمل قلق، عامل قلق لاي خط ظهر. لعيب في المواقف الصعبه بتلاقيه، في الماتشات الكبيره بتلاقيه بيتحرك تحركات مش شرط عشان ياخد الكره، كان بيفضي لزمايله. عنده سرعات بشكل كويس، من الفراده حتى اللي بتعرف تجيب جول، يعني من الفراده ان جوه 18، ودي اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي شويه، ان دي موجوده في كهربا، ان انت ممكن من نص فرصه يجيب لك هدف. زائد ان وسام ابو علي في دي، فعنده مميزات كتير في كواليتي اللعيبه الموجوده. لو هو افضل واحد وهو رقم واحد اللي هو اللي يلعب، ادى مردود بشكل كويس سواء المستوى المحلي او المستوى الافريقي الفتره الاخيره. فعشان كده الراجل عنده فيه ثقه كبيره وفارق مع خط هجوم النادي الاهلي.